ديو السلام عليكم. حلقة اليوم ريبيكا الجزائرية ديال المغرب. ما تخافوش من جوها ديال لي كادو، اراك ديامو اراك البيز وشحال من حاجة ما شاء الله. راكم غيري في محكمة بسبب الجزائر، ما تخافش واش حكمت عليه محكمة ايطالية في ميلانو. مي بلادك الديكتاتوري، غير تفرجوا حتى الاخر راه مازال ما شفتو والو. بعد يولي سحاب بعد يعاود يهبط علينا. طلق كأنك حظيرة حيوانات مغربية. الجزائر كي تخرج له عيبه يقول لك لا هذا راه موجود في المروك. وف إذا عجبتك واخا غير ثانية واحدة من الفيديو ما تنساش تشارك. علاش لا الفيديو شحال في لايك؟ ومرحبا بكم كي مغربية كي جزائرية وصلت المغرب. دخلت للفندق وراني بالبيجاما تاعي، خلاص كملت أسناني، يعني لازم نروح لداري باش نقابل راجلي، ولكن مازالي نهار إن شاء الله مازالي نقعد هنايا. دومان جو إيسيي دو فيزيتي أن بتي بو دي زوندوا كو جو نو كوني با هنايا في كازا. راها كازا راها أكثر من باغي، بسم الله ما شاء الله، يعني راكم خادمين واو. شوف أنا غادي نهضر معاكم هضرة المغاربة خوتي، ومانيش نضرب لكم في الشيطة، يعني نهضر واش كاين. أول حاجة التعامل، بسم الله ما شاء الله، راكم الإنسان غير يقول جزائري ما تلقى وين تحطه. والله فرانشما الحب هذا، المحبة هذه، الله يخلينا ديما خد هذه النقطة الأولى، شكرا بزاف على هذه أكبر نقطة. نقول ثاني حاجة التعامل، التعامل تاعكم يا ربي يا ربي. جيت لعندكم فاليزات تاعي باش نصوب اسناني ونجي مروحه، عشيت بلي ديامو سيرتيفيي، كثر خير بنتي هيام، كثر خيرك يا بنتي. ما جيتش باش ندي لي كادو ولا باش نخدم، ولا جيت نددش على روحي وندور. طاحوا لي هذوك شويه تاع الخدمه، لا اله الا انا ما نكذبش، واما بنعمه ربك فحدث. نشكر الله سبحانه وتعالى على توت لي بوتيت انتربريز كي مي كونتاكت بور كو او يم دون دو لا فورس اي مو جو لور دون دو لا فورس. مبادلات تجاريه، شكرا بزاف. لا دونتيست الله يعمرها سلعه روحيه بنتي، رديتي لي الضحكه، خضره من قدامك وخضره من موراك، ما شاء الله ما شاء الله على الخدمه ديالك وعلى الترحيب. ما لقيتو وين تحطوني، دياما وصلني، الشوبار وصلني، الهدايا غير بالدياما. وش بيكم يا المغاربة مع الدياما؟ عندكم كونترا مع الدياما؟ ما شاء الله غير الأشياء الثمينة والغالية ولي كولي أنوغ ولويز، ما كنتش نستنى فيها. جو دي لا فيغيتي، فهمتوني؟ أنا أصلا موالفة نتعامل معاكم، بصح ماشي موالفة نجي لهنايا أكل، أنا موالفة نجي لبلادي، نجي لفاس. جلدة هذيك داري تما، هذيك نعرفها زنقة زنقة، ولكن كيما درتو لي وبلادكم زينة، سنتر كوميرسيال تاعكم قسمن بيل. قلت لي ديك المال، قلت لها خليني من المال، انا شاب علي مول في باري. نهار دخلت المول تاعكم، انا دوك نوصل باري نبزق على المول ديالنا، هذاك الاكواريوم وهذوك الرشاشات، بسم الله ما شاء الله. لاس فيغاس تبارك الرحمن بلادكم، شكرا على الطيبة، شكرا على نجي لهنا نحس روحي في بلادي. واش كنت محكمة ميلانية على الطايري؟ اليوم هو 4 افريل 2024، حكم القاضي على طهاري انه حر وراجل حر وفي بلاد الحرية، وعطاوني الفوفير باش نهبط لكم السروال يا العراية، يا نظام العسكر يا باطاربية. اقسم بالله غير عطاوني الفوفير نهبط لكم السروال في اوروبا. بعثوا لي مالا موندا داري باش نهبط البلاد. راني في المحكمة، راني في المحكمة تاع ميلانو. هذا وين كملت الاوديونس، الجلسة هذا وين كملت؟ على بالك واش قالوا لي؟ قالوا لي لك الحق في التعبير عن رفضك لنظام بلادك الديكتاتوري النجس اللي بسببه راهم يموتوا الالاف من الجزائريين في البحر الابيض المتوسط. كيسالني القاضي، قال لي وش هو المشكل تاعك مع النظام الجزائري؟ قلت له المشكل تاعو انه يقتل في ولاد بلادي في البحر كل يوم، الحوت الطعمه تاعو هي الشباب الجزائري. مرض من بريصانكم انتم تهبطوني البلاد، هبلتوا هنا. على بالك واش مكتوبه هنايا في الحيط؟
على مكتوبه هنايا في الدخله كتجي كي تدخل للداخل مع الجيش على بالكش مكتوبه. القاضي مكتوبه فوق راسه وقد سخطوا بالكاميرات ما كان والو لهن اللعب ما كانش مكتوبه القانون فوق الجميع. مصطفى بنين كيعاني من الدوره الشهريه كل نهار وجهه جديده اللي تسمع. يعني انا راني نسكن في مدينه ساحليه والله ما فيها اوتيل والله ما فيها اوتيل ما عندناش اوتيل مدينه سياحيه راني عايش فيه ما فيهاش بصح الجزائر البنين الجزائر فيها سياحه يا راجل احنا السياحه اوتيل ما عندناش يعني السياحه العاديه هذيك ما عندناش كي تقولها له وراهي ثابته عنده كاينه بصح الى الثقافه المراركه الجزائر فيكم واحد العفسه ديروها سبحان الله ولا اله الا الله يعني العيب اللي فيكم تروحوا تلصقوا في الاخرين بصح كي نفضحوه ونقول لكم عليه تروحوا هذا هو الجزائر انسان مقهور داخليا مقهور انسان عنده قهر كبير 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 لا يوصف تلمو اللي معقد ومريض باش يقضي على الامراض اللي عنده لا يروح الى الصقه في المروك باش يطمئن الجزائر كي تخرج له عيبه يقول لك لا هذا راه موجود في المروك ويروح يرقد زعما شغل يرقد مهني الهرب اخونا اجي تسمع مين كان يجي الشتا بعد يولي سحاب بعد يعاود يهبط علينا هذيك لا اساس لها من الصحه تقريب شوف جمهور المفسرين في الايات كامل روح قرا القران مليح لازم نقرا وحده ثانيه كون عندنا وعي شويه ما ندوش نبلعوا برك ربي اللي خلق الدنيا يقولنا هو حتى لنا وفي السماء رزقكم كل المفسرين يقولوا رزقكم هنا واش الماء افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ولذلك السحاب يرسل السحاب يعني الرياح فتثير سحابا ويقال الله عز وجل سحابا ثقالا وش معناتها ثقال؟ البونجا حطيتها وعمرتها بالماء وهي تعطيك بشويه برك تعطيك المطر بتاعك السحاب اجي القروري تسمع تاريخ سيادك الملكيه ديالنا قبل ملكيه بريطانيا شوفوا الملك بريطانيا كيفاش تيحتفلوا به اوروبا كلها تتقلب ملي تيمرض ولا ملي يهبط في الدروج ولا ملي تيرواح خلي النهار اللي تيطلع ملك والملايير الناس تيشوفوه حنا المغرب قبل من الملكيه البريطانيه حنا ملكيه وحده اللي سبقنا هي الجابون اما الملكيات اللي كاينين في العالم كاملين حتى واحد ما يقول بانه قبل من المغرب عجبني صارت الشرعية في الكائنات بصباعية عيب انه بلدك مغلقة كأنك حظيرة حيوانات مغلق على نفسك لا حدا يجي عندك ولا انت تصير عند حد معناته مش عيب انك تعمل سياحة وتضبط البلاد لا مستعد لو انك دولة محترمة لكن اعتقد ما فيش دولة ممكن تشجع مواطنيها انهم يذهبوا عندكم شوفوا انا بس اني اشعت انني سأذهب اليهم كيف ضجت الناس كيف ضجوا الناس وقلقوا الناس وحزن الناس وخافوا علي قال وين رايح انت رده رايح عند عالم غير عالم غريب وعجيب اين ستذهب لا تكونش تربطوا السياحه بالوساخه في سياحه روحيه في سياحه تاريخيه في سياحه ترفيهيه ما لا ادري لماذا انتم كلما ذكرت هذا قال لك احنا ما عندنا سواع لا ويعيروا المغرب على اساس انه المغرب هذه منفتحه ما دام منفتحه معناته انها دوله محترمه معناته ان العالم كله يثق في الامن والامان والقانون هنا الفرنسي ياتي الانجليزي ياتي الامريكي ياتي اما انت دوله خارج التاريخ دوله خارج اطار الحياه دوله مش دوله يعني كانك زريبه مغلق على نفسك ما حدا يراك ولا حدا ترى حد وعلى اساس انه احنا ما عندنا سياحه واصلا ما عندك سياحه لانك فاشل دولتك فاشله